وايه اللي بيحصل. يعني انت لما تفهم شكل التشانل تقدر تفهم بقى باي ديتيلز كده الكول فلو هيبقى عامل ازاي، بسمع البيجينج ازاي والحاجات دي كلها. تمام. فاحنا ليه يعني، اولا يعني قبل ما نتكلم هو ايه تشانلز ومش تشانلز والحاجات ديت، انت في لازم تبقى في شوية اسئلة كده عندك لغاية دلوقتي لسه ما تجاوبش عليها. الاسئلة دي بتقول انا اول ما بفتح الموبايل، اول ما بفتح اوكي، بعرف منين انا في انهي لوكيشن اريا. احنا كده جينا مرة كده في اول الكورس قلنا احنا هنقسم النتورك لوكيشنز اريا، اوكي طب انا بعرفها منين؟ ده دي حاجة مثلا. طيب انا هبعت باور ليفل قد ايه؟ ما نعرفش، ما قلناش. يعني هو بيتقال لك انت هتبعت ماكسيمم باور لما تيجي تعمل باور كنترول، اه قد ايه بقى؟ ليفل كام يعني؟ طيب انا هسمع البيجنج ازاي؟ هو ايه البيجنج ده؟ البيجنج ده بيقول لك ان في انكامينج كول، احنا يعني جاي لك كول. اوكي هبعت لك داتا، يعني في سيرفيس هجي لك. تمام. اه بسمع الحكاية دي ازاي؟ ما نعرفش لسه. طب وانت بتتمشى كده، انت بتتمشى كده في الايديال مود يعني ما بتعملش حاجة، ازاي بتعمل يعني، ازاي دايما بتشوف سيجنال كويسة؟ ازاي دايما بتشوف سيجنال كويسة؟ طب ما انت اول ما فتحت دخلت على السيل دي، طيب ما انا بعدت عنها، ايه اللي بيحصل؟ اه فبنقول لك بيحصل سيل، حاجة اسمها سيل ريسيلكشن. اه بيتم ازاي بقى؟ بعرفه منين؟ تمام. طيب انت بتاثنتيكيت، قلنا لك ان انت اول ما تفتح الموبايل بتعمل اثنتيكيشن ازاي؟ يعني ببعت المعلومة بتاعتي دي فين؟ تمام. دي اسئلة كلها احنا معنيين بيها لان الحاجات دي كلها بتحصل في الراديو، بتحصل في الاير. طيب انت بقى كاي از راديو انجينير حضرتك لازم تبقى عارف ايه اللي بيحصل هنا، مش بقى بشكل سطحي، لا انا لازم ابقى عارف الحاجات دي بتحصل ازاي. فالحاجة اللي هتجاوب لنا على كل الحاجات دي الكنترول تشانلز. فهي مش جزء غلس مثلا او جزء ملوش لازمه، لا ده هو جزء هيامبكت معاك انك ابقى فاهم براكتيكال ايه اللي بيحصل. الكول فلو هي اهم حاجه، الكول فلو بيمشي ازاي في الاير؟ هل بقى نيجي لما نيجي نشرح الكول نقول ها حضرتك بعت سيجنال هنا ومشيت هنا وجت هنا وبعدين راحت الراجل اللي هنا، يعني هنتكلم كده يعني؟ لا انا لازم اقول لك انت بعت هنا فين فين، ايوه انا بعت هنا فين، والراجل ده سمع هنا فين بالظبط، ايه السيت اب اللي بيحصل، السيت اب اللي بيحصل ده بيحصل ازاي. هو ده اللي احنا عايزين ايه، عايزين نجاوب عليه في جزء الكنترول تشانلز. التشانلز عندنا لما نيجي نقول يعني ايه تشانل، اللي عارفينه ان التشانل بتاعتنا احنا بنبعت عليها الكلام بتاعك، الترافيك، بس انهي نوع من الترافيك؟ الداتا. تمام. كلامك، او انت فاتح مثلا فيسبوك وبتحط بوست على الفيسبوك، فانت بتبعت البوست ده بتعمله ابلود، ده هو داتا. تمام. فالحاجات دي بتتبعت على تشانل، الكلام ده بيتبعت على تشانل اللي هو التايم سلوت بتاعنا اللي بنسميه تي سي اتش، ترافيك تايم سلوت، ترافيك تشانل او ترافيك تايم سلوت. تمام. ده نوع من انواع التشانل. طيب في نوع تاني اسمه كنترول، هدف الكنترول ان هو يخليني اوصل للمرحله دي بشكل سليم، يعني يخليني ان انا يبقى عندي ترانسفير اوف داتا بشكل ما فيهوش مشاكل، ده هدف الكنترول.
زي الطرق كده، الطرق ماشي عليها عربيات وموجود فيها البوليس، فالبوليس ده هو الكنترول، هو اللي بيكنترول الفلو اوف ترافيك ويخلي الشكل طبيعي ما يبقاش فيه مشاكل. هو هي دي فكرة الكنترول. فمش كل العربيات اللي ماشية في الطريق مش كلها عربيات ناس، لا ده عربيات ناس وفي عربيات بوليس. عربيات الناس دي هنسميها الداتا، وعربيات البوليس ده هو ايه؟ الكنترول. الطريق واحد، الطريق اللي هو التشانل دي بقى ممكن تكاري ترافيك وممكن تكاري كنترول، تمام؟ التشانل بتاعتنا اللي هي التايم سلوت بتاعنا ده ممكن يكاري ترافيك وممكن يكاري كنترول، تمام؟ طيب، والترافيك بتاعنا زي ما قلنا كده هو نوعين، يا اما فويس يا اما داتا، يا اما بتتكلم يا اما داخل الانترنت، يا اما بتتكلم يا اما داخل الانترنت. طيب الكنترول عندنا زي ايه؟ يعني خلاص الداتا امرها ما فيهوش مشكلة، يعني الكنترول بقى، الكنترول تشانلز، في عندنا تشانلز مسؤولة عن حاجة اسمها ايه؟ السينكرونايزيشن. ولما اقول سينكرونايزيشن مش عايزك تتعب نفسك قوي، يعني انا بتزامن مع السل، احنا والسل بنبقى اون ذا سيم لاين، بس كده معنى كلمة سينكرونايزيشن، يعني عايزين نبقى اون ذا سيم لاين، ما يبقاش انت في حاجة وانا في حاجة تانية. طيب السينكرونايزيشن في الراديو هيتم بتوين مين؟ بتوين البيز ستيشن والهندسة، دول الطرفين بتوعنا. طيب في اي سينكرونايزيشن تاني بيتم بعد كده على مستوى الكور والترانسميشن؟ اه، اي تو ديفايسز بيسينكرونايزوا مع بعض. طيب ده دورنا نعرفه؟ لا مش دورنا، ما يهمناش، احنا يهمنا هنا كده الناس بقى بتوع الكور يشوفوا السينكرونايزيشن بتاعهم. لكن انا بكلمك على الراديو ان انا لازم هيتم سينكرونايزيشن ما بين الهندسة وما بين البي تي اس. ده يحصل امتى؟ يحصل في بداية الكونكشن، اللي هو اول ما الموبايل يسويتش اون لازم يسينكرونايز، يتزامن، يبقوا اون ذا سيم لاين ما بينه وما بين البي تي اس كتو ديفايسز، تمام؟ انت ليك دخل، انا كيوزر بقى ليا دخل في الحكايه دي، انا ماليش دعوه، دي الحكايه دي بتحصل ترانسبيرنت بالنسبه لي، الموبايل اول ما بيفتح هو بيتولى الامر ده. طيب لازم طبعا نساعده في عمليه السينكرونايزيشن، النتورك لازم تساعد الموبايل في عمليه السينكرونايزيشن، فبتبعت له معلومتين، بتبعت له معلومتين، معلومة خاصة بالفريكوانسي دومين، يعني احنا هنسينكرونايز في تو دومينز، في الفريكوانسي دومين وفي التايم دومين. الفريكوانسي دومين اللي بيعمل عملية السينكرونايزيشن دي انا ببعت له سيجنال، ببعت له ريفرنس سيجنال، اوكي؟ ايه شكلها من جوه؟ ما مش مشكله عندنا. الريفرنس سيجنال دي انا ببعتها على تشانل، على تشانل، على تايم سلوت، صح؟ هسمي التايم سلوت ده فريكوانسي كوركشن تشانل، هسمي التايم سلوت ده فريكوانسي كوركشن تشانل. الموبايل اول ما يفتح بيدور على التشانل دي، بيدور على الاف سي سي اتش، اول ما بيفتح بيدور على الاف سي سي اتش. ليه؟ علشان يستقبل الريفرنس سيجنال اللي عليها ويبقى سينكرونايزد، يبقى سينكرونايزد مع السيل، مع البيز ستيشن في الفريكوانسي دومين. طيب هي الاوبريشن عامله ازاي؟ الاوبريشن لو تفتكر كان عندنا حاجه اسمها فيس لوكت لوب، دي كانت سيركت كده ايام الكليه بنبعت لها ريفرنس سيجنال، والريفرنس سيجنال دي از فيدباك، وبعدين يحصل هنا شويه عمليات ويطلع فنعرف حاجه اسمها الدلتا اف، او نعرف الكوركشن. يعني انا مش عايز يكون في دلتا اف، انا عايز لما يتقال لي هشتغل على 100 ميجا هرتز انا اشتغل على 100 ميجا هرتز، ما اطلعش على 100 ميجا هرتز زائد دلتا اف،
ما يبقاش فيه ده موجود. طب انا بحل الحكايه دي ازاي؟ ان انا ابعت للموبايل ريفرنس سيجنال وهو يقعد يعمل كورليشن ويعمل حاجات كده لا تعنينا في شيء. ده الكترونكس وسيركت ديزاين، تمام. بس اللي عايزك تفهمه كريديو كده، ان انا اول ما بفتح انا ببعت لك ريفرنس سيجنال على تايم سلوت. التايم سلوت دي اسمها فريكوانسي كوركشن شانل عشان اسينكرونايز في الفريكوانسي دومين. بس مش طالب اكتر من كده. طيب هل وانت شغال في الشغل هنيجي نقول لك ان في كاستمر بيشتكي ان عنده مشكله ان هو مش عارف يسمع الريفرنس سيجنال؟ لا، مفيش الحكايه دي خالص، مفيش الكلام ده. يعني مفيش مره مثلا الريفرنس سيجنال دي هتروح ومش هتشتغل. انت واخد بالك؟ فمش هتلاقي ريبورت مثلا كيس في الشغل، بس تبقى عارف ان انا عندي حاجه اسمها اف سي سي اتش، ده تايم سلوت ببعت عليه ريفرنس سيجنال مخصصه للحكايه دي. يعني التايم سلوت ده مفيش يوزر هيطلع كده ياخده يتكلم عليه، لا، ده التايم سلوت ده بقى مخصص ان هو يبعت لي السيجنال اللي هتعمل سينكرونايزيشن لكل الهندسات اللي بتفتح في البي تي اس ديت. اي هندسات هتفتح هتدور على الاف سي سي اتش عشان تاخد الريفرنس سيجنال وتقعد تعمل كده عليها شويه عمليات جوه الهندسات، جوه الريسيفر، وتطلع انها بقت سينكرونايز في الفريكونسي دومين. حد عايز يسأل؟ حد يسأل يا جماعة؟ لو سمحت يا باشمهندس، هو ده بيحصل أول ما بعمل كول ولا أول لما بفتح الموبايل؟ لا لا، أول ما تفتح الموبايل. هلا صح؟ أول ما تفتح الموبايل، أول ما بتفتحي الموبايل لازم السينكرونايز عشان أعرف أكمل باقي الحاجات اللي أنا هسمعها في الأيديال مود. أنا إزاي هسمع شوية معلومات مبعوتالي في الأيديال مود وأنا لسه أصلا مش سينكرونايزد؟ خد بالك. طيب فدي فكره الايه، الاف سي سي اتش. طيب على مستوى التايم دومين، على مستوى التايم دومين احنا بنبعت لك معلومه، يعني ايه، لسه هتعرف كمان شويه ايه اهميتها. حاجه اسمها الفريم نمبر. المعلومه دي مبعوته على تايم سلوت، والتايم سلوت ده سميه سينكرونايزيشن شانل. من خلال المعلومة دي أنا بعرف كده زي أكني كده بعرف أنا الصبح ولا بالليل. يعني أنا كده أول ما صحيت، دي الساعة 7، 7 اي ام ولا 7 بي ام، أكنك حاجة زي كده يعني. فحضرتك أول ما تفتح الموبايل أنا بدور على التو شانلز دول، الاف سي سي اتش والاس سي اتش، الاف سي سي اتش والاس سي اتش، علشان أسنكرونايز. أنا مش هاخد أي خطوة غير لما أسنكرونايز. يعني انت لما بتظهر لك فودافون اول ما تفتح الموبايل، انت كده عملت سينكرونايزيشن، خلاص خلصت. طب لو ما عملتش سينكرونايزيشن الموبايل مش هيفتح، مش هتلاقي نتورك. تمام. هندسة، ايوه، هي ال FCCH اللي هي التايم سلوت زيرو بتبقى من كل تشانل ولا واحدة بس في البي تي اس كلها؟ واحدة بس في البي تي اس، مش على كل الكاريرز. تمام، ماشي. تمام، مش على كل الكاريرز. ماشي. طيب بنبعت هنا معلومة كمان كده، سيبها برضو شوية، اسمها الـ PLM ID. طيب عندنا ايه تاني؟ انا بعد ما بسينكرونايز انا لازم اسمع حاجة اسمها الايه، السيستم انفو، معلومات السيستم. معلومات السيستم دي هتكون زي ايه؟ معلومات السيستم زي السيل اي دي السيل اللي انا فيها، زي اللوكيشن اريا كود اللوكيشن اريا اللي انا موجود فيها، زي الماكسيمم باور ليفل اللي انا هبعت بيه. ماشي. ايه تاني؟ معلومات البيدجينج انفورميشن اللي هتفيدني او هفهم منها انا هسمع بيدجينج ازاي.
هتفهم منها انت هتسمع بيجينج ازاي، انت ازاي هتعرف انك جاي لك كول، ايه التوقيتات اللي انا هطلع اسمع فيها البيجينج. ولسه هنتكلم على الموضوع ده. طيب ايه تاني؟ بيبعت لي عليها النيبر انفورميشنز، معلومات النيبرز، الجيران. طب ليه محتاج اعرف الجيران؟ لازم ابقى عارف الجيران اللي حواليا علشان ابقى مستعد، ابقى مستعد ان انا في اي لحظه اعمل عمليه سيري سيلكشن واروح من السيل اللي انا فيها لسيل تانية في الايديال مود. لان طول ما انت في حاله حركه، طول ما انت بتتحرك حتى لو انت مش بتتكلم في الموبايل، الموبايل بتاعك ده عمال يتنقل، ينتقل ما بين السيلز، عمال يروح من سيل لسيل ومن سيل لسيل تانية ومن سيل لسيل. ليه؟ لان انا مش هفضل هنا. انا لو فضلت هنا، لو فضلت ماسك، لو انا هنا كده وفضلت لسه شايف، شايف، وانا اقصد كلمة شايف لان انا مش كونكتد، انا بمونيتور، انت ايديل ماشي وباصص لسه هنا، انا مش هلاقي سيجنال، مفيش سيجنال ليفل، لان الكفرج بتاعت السيل دي هنا كده. فانا لازم طول ما انا بتحرك، طول ما انا بتحرك اكون في حاله دايما سري سيلكشن، اكون في حاله سري سيلكشن. تمام. بعرف منين بقى ان في سيلز تانية؟ ده اتقال لي اول ما اصلا انا دخلت على السيل دي، قال لي خلي بالك انت ليك نيبرز كذا وكذا وكذا، ابقى بص عليهم وشوف الباور ليفل بتاعهم، عشان لو لقيت باور ليفل كويس تروح له، تروح له تعمل هاند اوفر. لا ده مش هاند اوفر، ده مش هاند اوفر، هاند اوفر ده وانا اكتف. امال ده ايه؟ لا ده ده سيري سيلكشن، حاجه بيهيفير غير بيهيفير الهاند اوفر. وخلينا كده ايه نوضحه، بس مش دلوقتي يعني. تمام. طيب الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها دي معلومات السيستم اللي انا لازم برضو اعرفها قبل ما ادخل على السيستم، انا لازم اعرف المعلومات دي. طيب بعرف الحاجات دي على ايه؟ مهندس، ايوه هو اول حاجه الريسلكشن بيحصل وانا في الايديال مود، والهاند اوفر بيحصل وانا في الاكتيف مود، صح؟ مظبوط. طيب انا دلوقتي لو انا فاتح التليفون بتاعي وبستخدم داتا، ليه بيسحب من الباور جامد غير وانا فاتح التليفون بتاعي في نفس الوقت؟ يعني لو ساعه داتا بتسحب باور اكتر من ساعه مكالمات، ليه ده؟ ساعة داتا، لو انا فاتح ساعة داتا، عشان انت ممكن تبقى داخل داتا على ال3G او ال4G وبتعمل الكول على ال2G، فانت في الداتا سواء 3G او 4G التايم اوف ترانسميشن بيكون اكبر بكتير جدا من تايم الترانسميشن من كيس اوف فويس. يعني انت بتاخد وقت اكبر. يعني انا طيب هنخرج بره الموضوع ثانية. انت دلوقتي بتعمل فويس كول وبتعمل داتا، اولا الفويس الريتس بتاعته ده ريتس بالكيلو كده، بالكيلو بيتس بير سكند، حاجه ايه، حاجه يعني هبله قوي. الداتا لا، انت الداتا يعني ما بنقولش ان انت داخل داتا كويس الا وانت يعني اتليست معاك 1 ميجا. طيب الفويس انا ممكن اطلع ابعت شويه واستنى تايم بقى، استنى كده سليب وبعدين اطلع ابعت تاني وبعدين اسليب. اوكي والريتس بتاعتك is very low rate. لكن انت في الداتا، انت في الداتا لو داخل اصلا 3G انت continuously transmission، انت بترانسميت all the time، بتبعت طول الوقت مش بتنزل sleep mode خالص، وكمان بتكون high rate. فاكيد هنا consuming ال battery power هيكون اعلى بكتير جدا in case of voice. ولو انا في ال voice برضه انت هت consume، لان انت بص انت طول ما انت active انت بت consume battery power. تمام. طب هو انا كده باخد تايم سلوت للداتا، مش انا ببعت الداتا على تايم سلوت برضو، باخده معايا على طول بقى ده، ولا ده نظامه ايه؟ ما هو لسه الكلام ده لسه فاضل عليه شويه طيب لما ماشي. نتكلم، نبتدي نتكلم على الجي بي ار اس والاتش. بس باي لوجيك كده انا لو واخد هنا 1 تايم سلوت، انا في الداتا هحتاج تايم سلوتس كتير قوي، مش هيك 1 تايم سلوت ده هيبقى حاجه هبله بالنسبه لي يعني، فباخد تايم سلوتس كتيره جدا. بس لسه بقى النقطه دي لسه هنتكلم عليها في الجي بي ار اس والاتش. ماشي. معلش سؤال هنا، تفضل يا نسرين.
هو الفويس هنا اللي اتكلمت عنه في الجواب ده هو الـ IMS أو 2G عادي، ايه يعني ممكن. وقت بتجاوب هنا على السؤال you consider the voice هوني using IMS؟ انت بتتكلمي لا لا، بصي الاي ام اس ده في الفور جي نسرين. 4G اوكي. الاي ام اس 4G ما مش دي الكيس بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، يعني الفويس هوني هو اوفر 2G بس. اوفر 2G، اوفر 2G بس. بس هوفر يعني ان كيس اوف اي ام اس برضه الفويس بيكونسيوم باي لوجيك كده او باي يعني داتا ريت، هيكونسيوم لو داتا هيكونسيوم ليس باور، ليس باور باتري عن الداتا. يس الريت بيكون اقل ان ان اول تكنولوجيز يعني. الا لو انت خلي بالك لو انت فاتح سيشن داتا ومش اكتف، يعني فاتح كده بس الداتا كده، لا ما احنا اصلا بنسحب منك الريسورسز. لكن انا بتكلم ان انت فاتح سيشن داتا وبتشوف فيديو اتش دي على على اليوتيوب كونتينيوسلي ترانسميشن، ان كيس دي هيحصل مشاكل. ماشي. طيب نرجع تاني، نرجع تاني. فمعلومات ال فمعلومات السيستم انفو، المعلومات ديت هتتبعت فين بقى؟ هتتبعت على تشانل. تمام. كل المعلومات السيستم انفو دي هتتبعت على تشانل. طيب كم تايم سلوت؟ ما نعرفش لسه، بس شكلها كده معلومات كتير فهتاخد كذا تايم سلوت. يعني لو كانت الاف سي سي اتش بتاخد 1 تايم سلوت والاس سي اتش بتاخد 1 تايم سلوت، لا السيستم انفو دي شكل المعلومات فيها كبير شويه، مش هينفع معاها 1 تايم سلوت، هتحتاج 4 تايم سلوت، هتحتاج 4 تايم سلوت. طيب الاربعه تايم سلوت اللي هم هيشيلوا معلومات السيستم انفو هيتبعتوا على ايه؟ هيتبعتوا على البي سي سي اتش، تشانل اسمها البرودكاست، برودكاست كنترول تشانل، اسمها برودكاست كنترول تشانل. ماشي يا جماعه، اسمها برودكاست كنترول تشانل. دي اللي تشانل اللي بتكاري معلومات السيستم انفو. هل هي 1 تايم سلوت؟ لا، بتحتاج 4 تايم سلوت، بتحتاج 4 تايم سلوت. طيب دي اللي تشانل الاساسيه اللي انا عايزين نفوكس عليها دلوقتي. هقول دلوقتي تشانلز تانية ممكن ما نتكلمش عليها النهارده، بس هقولها كده ايه يعني من باب ان احنا بنكمل باقي التشانلز اللي عندنا. بس عايزك تعرف كده كذا بيهيفير عن التشانلز ديت، عايزك تبقى واخد بالك من كذا بيهيفير. مكان الكاميرا فين عشان بس ما نكتبش عندها؟ ان التشانلز دي، التشانلز دي ليها كده خواص. يعني ايه الخواص بتاعتها؟ انها بتتبعت برودكاست. يعني ايه برودكاست؟ يعني مبعوثه لكل الناس، لكل الناس. يعني انا لو عندي ده السيكتور اللي انا واخد منه كافرج، السيكتور ده هيبعت لي كل التشانلز دي. تمام. هيبعتها لي هيبعتها برودكاست، اكني كده بسمع الراديو. الراديو ده مبعوث لكل الناس اللي في السيكتور ده. طيب عندنا سيكتور تاني في الاتجاه ده، بيذيع نفس التشانلز دي بس للناس اللي في اتجاهه، انت واخد بالك؟ فكل السيلز، كل السيكتورز اللي في النتورك بتذيع التشانلز دي برودكاست. برودكاست يعني لكل الناس، وكل الناس بتطلع تليسن زي الراديو بالظبط، يطلع يليسن مش بيطلع ياخد التشانل. يعني انا ما بطلعش اخد الاف سي سي اتش دي ليا، لا ده دي مبعوثه وانا بسمعها بس، الموبايل بيسمعها بس. مش زي تايم سلوت الكول، لا تايم سلوت الكول اللي انا ببعت عليها كلامي او بستقبل عليها الكلام دي بتاعتي انا بس، دي بتاعتي انا بس، دي مش برودكاست. لكن التشانلز دي برودكاست، يعني كلنا بنطلع نسمعها. طب ينفع كلنا نسمعها في نفس الوقت؟ عادي مفيش مشكله. او انت لو فتحت محطه الراديو والشعب المصري كله فتح نفس محطه الراديو في نفس الوقت، هل في مشكله؟ مفيش مشكله. ليه؟ لانها مبعوثه برودكاست، انا بلسن مش باخد التشانل ليه.
طيب الحاجة التانية إنها بتتبعت مرة واحدة ولا دايما؟ لا هي مبعوتة دايما، مبعوتة all the time. ليه دايما بتتبعت؟ عشان أي حد بيفتح الموبايل في أي لحظة لازم يشوف التشانلز دي، لأن التشانلز دي هي دي اللي هتخلينا سينكرونايز واسمع السيستم انفو، وبالتالي اقدر ادخل على النتورك. انا مش هقدر ادخل على النتورك غير لما اعمل حاجتين دول. فيبقى لا، يبقى اي حد بيفتح الموبايل في اي وقت لازم ايه يشوف التشانلز دي. الا بقى كنا هنقول للناس لا، ما حدش يفتح الموبايل غير في ايه، في اول كل ساعه مثلا. لو ما لو فتحت الموبايل بعد كده مش هتلاقي شبكه، ما ينفعش. فهي مبعوته طول الوقت. فمبعوته طول الوقت يعني هي بتتبعت كده مثلا في ثانيه وتروح متعاده تاني. فهي بتتعاد، بتيجي ثانيه وتروح متعاده تاني، اي حد يفتحها لازم يلاقيها. فهي ريبيتد، هي ريبيتد، بس ريبيتد ان ا فيري شورت تايم، في تايمات صغيره قوي، لكنها مبعوته دايما. هي بتريبيت، عشان بس ما تفتكرش ان ايه انا هبعت لك مره واحده اف سي اتش واس اتش وبي سي اتش. لا لا، ده هو مثلا الاف سي اتش هتيجي الاول، بعد كده الاس سي اتش، بعد كده البي سي اتش، وبعد كده يعيدوا نفسهم، ودايما بيعيدوا نفسهم عشان اي حد بيفتح لازم يشوفهم. متفقين يا جماعه كده؟ حد عنده اسئله؟ فدي اللي تشانلز اللي احنا هنبص عليها النهارده. بس ايه، تعالوا نكمل اصلا باقي اللي تشانلز عشان نبقى ايه يعني في نفس النقطه بتاعتنا. يعني ان احنا عندنا تشانل اسمها بيجينج تشانل، دي بيتبعت عليها البيجينج بكل بساطة، مكانها فين لسه ما نعرفش. طيب لما بنادي عليك، لما بنادي عليك انت بترد عليا، ففي تشانل بستخدمها عشان الريبلاي اون بيجينج، ودي اسمها البيجينج تشانل، هيكون اسمها بيجينج تشانل. طيب التشانل اللي بستخدمها عشان ارد على البيجينج اسمها راندوم اكسس تشانل. دي تشانل انا بستخدمها علشان ارد على البيجينج، وليها استخدامات تانية بس خلينا بس ايه واحده واحده كده. لغايه دلوقتي انا بستخدمها عشان انا سمعت بيجينج، يعني هي القصه ماشيه ازاي. النتورك بتنادي عليك، بتنادي عليك على البيجينج تشانل، تروح انت ردد عليها فين؟ ترد عليها على الراندوم اكسس تشانل. تروح هي لازم كمان خلي بالك ترد عليك تقول لك اوكي انا سمعتك، لازم هي تقول لي انا سمعتك، ما ينفعش ايه ما تردش عليا، لان لو ما سمعتنيش، لو نترك مش ما سمعتش انا بحاول ابعت تاني، واخد بالك؟ فلازم تقول لي لا اوكي انا سمعتك خلاص. طب لو ما قالتش هحاول ابعت تاني، هقول لها انا موجود، تمام؟ فالتشانل اللي بقول لها انا موجود هي الراش. طيب تروح بعتها لي تاني، هي تقول لي اوكي انا سمعتك، بكونفيرم عليك. فالكونفيرم اون اون ريبلاي البيجينج، ماشي؟ الكونفيرم ده بيجي على تشانل اسمها اكسس جرانت تشانل، اكسس جرانت تشانل. حد يسأل؟ ماشي. فالكونفيرم ده يعني انا بعت بيجينج اتنادى عليا، رحت قايل انا موجود، راح مترد عليا قال لي اوكي انا سمعتك، انا سمعت ردك، تمام؟ سمعت ردك وتفضل اعمل اسنتيكيشن. بقول لك انا سمعت ردك وتفضل اطلع بقى اعمل اسنتيكيشن، عشان انت هتعمل كول لازم اتاكد منك تاني. طب ما انا لسه فاتح الموبايل كنت متاكد مني. لا، احنا في الوايرلس سيستم مع اي سيرفيس انا بتاكد منك، بعمل لك اسنتيكيشن. طيب الاسنتيكيشن دي هتكون، الاسنتيكيشن ديت او اصلا الريجستريشن اللي انت بتعملها اول ما تفتح الموبايل او مع اي سيرفيس، بتتم على ايه؟ بتتم على تشانل اسمها غلس شويه، اسمها ستاند الون ديديكيتد كنترول تشانل، ستاند الون ديديكيتد كنترول تشانل. دي امتى؟ دي امتى انا باخدها؟ باخدها اول ما افتح الموبايل، باخدها لما يجي لي كول او انا طلبت اعمل كول.
يعني دايما انا باخد الشانل دي عشان اوثنتيكيت عليه، عشان اكني كده دي الشانل اللي انا بوريك فيها الاي دي بتاعي، بتتاكد مني، بوريك البطاقه مثلا. فاول ما افتح الموبايل لازم اوريك البطاقه. طيب كمان شويه جيت اعمل كول، لازم اوريك البطاقه. طب اوريها لك على ايه؟ على الشانل. الشانل دي اسمها اس دي سي سي اتش. احنا لسه كل الكلام ده لينا تفسيرات معاه، بس انا ايه بلست الشانلز كلها علشان تبقى ايه، يبقى كده انت شفت شكل الشانلز وبعدين نفسر كل حاجه. ماشي، دي كل الشانلز اللي عندنا، دي كل الشانلز اللي عندنا في الايديال مود. يبقى احنا ممكن اصلا كده نقول ايه بقى، انت فتحت الموبايل، تفتح موبايلك عشان اوصل ان انا اعمل سيل سيلكشن، انا هسينكرونايز مع السيل من خلال الاف سي سي اتش والاس سي اتش، وبعد كده هسمع السيستم انفو على البي سي سي اتش، وبعدين هلسن البيجنج، هشوف بقى انا جاي لي كول ولا لا على البيجنج تشانل. طب لو جاي لي كول هريبلاي على الراش. طيب بيترد عليا يقول لي خلي بالك انا سمعتك على الاكسس جرانت تشانل، وتفضل خد اس دي سي سي اتش، يعني اكس جرانت تشانل دي بتاك عليا وبتقول لي اتفضل خد اس دي سي اتش نمبر كذا تاثنتيكيت عليها، فاطلع اثنتيكيت على الاس دي سي سي اتش تشانل. طبعا التشانل دي داون لينك. يعني ايه داون لينك؟ يعني من البيز ستيشن ليك. طب والبي سي اتش داون لينك من البيز ستيشن ليك. طب والبيجنج برضو داون لينك. طب الراش؟ لا، دي الراش دي هي اللي تشانل الوحيده، كنترول تشانل الوحيده اللي في الابلينك اللي برد فيها على البيجنج. طيب برد فيها على البيجنج وبكمل الكول بتاعتي هنا؟ لا، ده انا برد فيه على البيجنج بس. طب الكول؟ لا، الكول هاخد ليها تايم سلوت تانية خالص، تايم سلوت تانية خالص، ترافيك مش كنترول. هتكلم بقى على لما اجي اتكلم، لما اوصل لمرحله المكالمه يعني. طيب الاكسس جرانت شانل الدايركشن بتاعها فين؟ في الداون لينك. طب الاس دي سي سي اتش، الاس دي سي اتش انا ببعت الام زي وبستقبل الراندوم نمبر، وبعدين ابعت الريسبونس اللي هو الاكس، فدي اب لينك وداون لينك. لسه الموضوع انا لسه بنفسر فيه واحده واحده، بس انا ايه بحاول اوصل لكم الطرق. يعني هو اكيد في طريقه اوثنتيكيشن وطريقه اوثنتيكيشن ما بين الام اس والبي تي اس، فرق في طريقه الاوثنتيكيشن. لا لا لا، الاوثنتيكيشن واحده. يعني اول ما بفتح انا باوثنتيكيت نفس الطريقه، بس اسم الريكوست اللي رايح بيه الاوثنتيكيشن ده ان انا باتاش. طب لما اجي اعمل كول باوثنتيكيت برضو، بس اسم ريكوست الاوثنتيكيشن ده ان انا كول ريكوست، لكن هو هاي نفس طريقه الاوثنتيكيشن. هاند سيت لسن للبي سي اتش زين ويل سينكرونايز. لا، هتسينكرونايز الاول عشان تعرف تسمع اصلا البي سي اتش. هتسينكرونايز الاول عشان تعرف تسمع البي سي اتش. اوكي ماشي. طيب حد عنده اسئله ثاني؟ عشان دلوقتي ندخل بقى نشوف الاماكن بتاعت التشانلز دي فين. هو انا بعد اذنك يا باشمهندس، انا كنت بتكلم على طريقه الاثنتيكيشن اللي هو ريجستريشن، اللي هو بيتاكد من السيم كارد بتاعتي ولا لا. فدي طريقه، وفي طريقه ثانيه الاثنتيكيشن بين البي تي اس والام اس. يعني دي لها طريقه الاثنتيكيشن ودي لها طريقه الاثنتيكيشن الثانيه ولا لا؟ لا، هي نفس الطريقه، هي نفس طريقة. الطريقه. هتاكد منك من الام زي بتاعك بنفس الطريقه، نفس الطريقه بالظبط. يا برجع للدي ال ار، مش هروح للاتش ال ار عشان خاطر يعمل لود عليه اكتر. مظبوط مظبوط مظبوط. انت اول مره بس بتروح للاتش ال ار زي ما قلنا قبل كده في النتورك، بعد كده الاتش ال ار بقى الفي ال ار تاخد كوبي من الاثنتيكيشنز بتاعتك وتاثنتيكيت ليك هي كل مره بقى بعد كده. لان انا ان وايرلس نتورك انا ما ينفعش اوثنتيكيت مره واحده، انا باوثنتيكيت مع اي سيرفيس. فتحت الموبايل باوثنتيكيت، طب عايز ابعت اس ام اس؟ لا، اتاكد منك. ما ينفعش تقول لي انا خلي بالك انا الام زي اللي سجل معاك من شويه ممكن تعمل لي السيرفيس دي. لا، طب ما انت ممكن تبقى واحد في النص كده خد الام زي ده وبيطلب بيه طلب. لا، لازم اتاكد منك. طب عايز اعمل كول، هتاكد منك. طب لسه مخلص كول وعايز افتح داتا، هتاكد. واخد بالك؟ فالاستيكيشن دي دايما،
وطبعا الاثنتيكيشن مش هي التشفير، انا باثنتيكيت يعني بتاكد منك، وبعد كده بعمل سايفرنج اللي هو بجنريت كيز علشان تشفر الداتا اللي ما بيني وبينك، حاجه تانية عشان الداتا دي ما تبقاش معروفه يعني. اوكي، فده السايفرنج، ده اسمه سايفرنج. احنا عندنا حاجه اسمها اثنتيكيشن، بتاكد منك اصلا، تاكدت منك بس بشفر بقى الداتا اللي ما بيني وبينك. اتفقنا يا جماعه؟ طيب نبتدي كده الايه قصه تاني من الاول. ان انت اول ما تسويتش اون، اول ما بتسويتش اون وانت مثلا شبكه فودافون، السم بتاعتك هي سم فودافون، يعني هيكون موجود عليها الكود بتاع 602.02. تمام، اول ما بتسويتش اون بتسكان، تشوف البند كله، تشوف بند الجي اس ام كله اللي هو ال 900 وال 1800. هتطلع من السكان ده بليست اوف فريكوانسز، ليست اوف فريكوانسز، مرتبهم بتارينج الفريكوانسز دي اكوردنج للايه؟ للهايست باور ليفل او سيجنال سترينث او ار اس اس ريسيف سيجنال سترينث، ريسيف سيجنال سترينث اعلى، الاعلى ار اس اس، الاعلى باور ليفل برتبه. طيب الاعلى باور ليفل ده بكام بقى على ايه؟ الهايست باور ليفل، الهايست received RSS received signal strength. اوكي طيب، وبص بقى، وبص هل الفريكوانسي ده فريكوانسي خاص بالترافيك، يعني مش مبعوت عليه اي كنترول ترافيك فريكوانسي؟ يعني احنا عندنا نوعين من الفريكوانسيز، عندنا نوعين من الفريكوانسيز، كنترول وترافيك. زي ما قلنا كده كان في نوعين من الشانز كنترول وترافيك، ففريكوانسيز نوعين، نوع اسمه كنترول ونوع اسمه ترافيك. اكيد انا الترافيك فريكوانسي ده انا مش باعت عليه اي كنترول، ولا باعت عليه بي سي اتش ولا اس سي اتش ولا اي اتشات، خلاص ده الترافيك. فالترافيك ده مش بيفيدني في حاجه في الحقيقه، اول ما بفتح الموبايل الترافيك ده انا بطلع من عليه مكالمات وكده، تمام؟ او ان هو التردد اللي انا معايا ده اللي انا ماسكه دلوقتي ده كنترول. طيب كنترول عندي حاجه من اتنين، يا اما الكنترول ده ريليتد للهوم بي ام ان اللي انا فيها، يا اما ريليتد باي اذر. وقلنا بي ام ان يعني بابليك لاند موبايل نتورك، والهوم يعني البي ام ان بتاع السيم كارد. فانا دلوقتي الموبايل فيه سيم فودافون، يبقى الهوم بي ام ان هي فودافون. طب الاذر مين؟ الاذر بقى اورنج وتليكوم ايجيبت واتصالات. اوكي طيب، لو هو ترافيك ممكن يكون بتاع الهوم بي ام ان او اذر، بس ما يفرقش معايا اصلا. ليه؟ لان الترافيك ده مش هيفيدني باي حاجه، يعني الترافيك ده اصلا مش بيبعت يقول انا هوم ولا اذر، هو مش بيفيدني في اي حاجه. يعني الترافيك فريكوانسي ده يا جماعه اللي انا عايزك بس لغايه ما اوريك الشكل، مش بيتبعت عليه ولا اف سي اتش ولا اس سي اتش ولا بي سي سي اتش، مش بيتبعت على اي حاجه، ما لهوش حاجه. لكن الكنترول هو اللي انا بسينكرونايز معاه. ليه؟ لان مبعوت عليه الاف سي اتش ومبعوت عليه الاس سي اتش، ومن الاس سي اتش بعرف البي لما ان اي دي كمان، اللي هو بيقول لي خلي بالك انا 602.01. طيب ده اورنج، ده ايه ده بتاع اورنج؟ طب ما انا فودافون، لا يبقى انا مش هينفع اسمع ده، هروح اكمب على واحد تاني، واخد بالك؟ طيب دخلت على حد تاني ما لقيتش عليه اي تشانلز من التشانلز دي خالص، بفهم ان ده ترافيك اصلا مش هيفيدني باي حاجه، فبروح رايح على حد تاني. اوكي، لغايه ما الاقي الكنترول بتاع الاوبريتور بتاعي بتاع فودافون. اول ما الاقي الكنترول بتاع فودافون خلاص هسينكرونايز معاه، واخش بقى اسمع البي سي سي اتش، ها
هسمع بقى السيستم انفو بتاعت فودافون اللي هي النتورك بتاعتي. انت فهمت الفكرة عاملة ازاي؟ الحكاية دي بتحصل من 3 ل 4 ثواني، عشان بس ما تفتكرش ان انت بتاخد تايم كبير في الكلام ده. ايه الكلام تقيل؟ انا بس قبل البريك عايزة ايه ابشركم بحاجة، يعني ان الكلام ده يعني مستوى الموبايل باكج المطلوب منك في الحقيقة هي اسامي التشانلز وكل تشانل بتعمل ايه بس. يعني انت ممكن تقفل معايا القصة دي بان انت ايه تبقى عرفت دول اسم التشانل واسم كل تشانل بتعمل ايه بس. ده ليفل الموبايل باكج. المكان بتيجي مكانها فين والمابينج ده ايه، ده يعتبر ادفانسد ليفل، بس انا بقوله عشان تبقى شايف الصوره كامله. بس انت على مستوى الموبايل باكج انت مطلوب منك في حتى في الانترفيوهات تبقى عارف اسم التشانل دي وبيبعت عليه ايه بس كده. ماشي، خدوا بريك ونرجع.